احنا يمكن الناس ما يعني خصوصا الاجواء اللي في افريقيا بالذات الموضوع بقى صعب شويه على اللعيبه وعلى ان تعود انك تلعب على الاجواء دي. فاحنا الحمد لله احنا انا شايف ان الماتش اللي فات نتيجه ايجابيه شويه انك تطلع بالتعادل هناك على قد ما تقدر، يعني ترجع هنا ان شاء الله في ماتش العوده تدي مجهود مضاعف انك ان شاء الله تصعد على ارضك ويبقى الموضوع اسهل شويه ان شاء الله. يعني اكيد عباره يعني الماتشات بتبقى عباره عن تنفيذ تعليمات، بتحاول تنفذ اللي المدرب بيطلبه منك وعلى قد ما تقدر بتطلع باكبر نسبه ممكنه انك تنفذ التعليمات، والحمد لله ربنا بيكرمك في الاخر يعني ان شاء الله. يعني الماتش اللي جاي بقى حاجه كويسه للجمهور ولينا ونلعب نهائي ان شاء الله السنه دي. يعني اكيد الاصابات لما في لعيبه بتتصاب اكيد الفريق بتاثر، لان احنا محتاجين اكبر عدد ممكن من اللعيبه، الفريق كله بيساعد بعضه سواء جميع المراكز يعني، فاي لعيب بيغيب اكيد بيأثر على الفريق، فاحنا محتاجين كل اللعيبه لان دي اكتر فتره في الموسم بيبقى فيها ضغط ماتشات ومباريات وكده، فاعتقد احنا محتاجين كل فرد في المنظومه يعني. لا في فرق طبعا من بره جوه، لان زي ما قلت لك الاجواء مش متعودين على اجواء كتير اللي في افريقيا، انك بتلعب تقريبا ماتش واحد بس ضد فرقه تبقى قبل نهائي او في ربع نهائي، فاعتقد الاجواء مختلفه تماما عن مصر، فان شاء الله ربنا يكرم واحنا نكسب الماتش اللي جاي ان شاء الله. اكيد جمهور النادي الاهلي اكبر دافع للعيبه وللنادي بشكل عام، لان زي ما انت عارف الجمهور لما بيكون متواجد بنسبه كبيره في الاستاد بيدي اجواء مختلفه واللعيبه الحماس بتاعها بيزيد بناء على الجمهور اللي موجود يعني.